مصير العام الدراسي الجاي بعده غامض بسبب تفشي وباء كورونا بشكل كبير بلبنان أو بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. ورغم الغموض، مبادرات عم تنطلق لتساعد الأهل لتأمين الكتب أو القرطاسية اللي بيحتاجها أولادهم، خاصة أنه أسعار الأقلام والدفاتر عليت بشكل كبير. ستيفاني قررت تقوم بمبادرة اسمها أعطيني قلمك لأكتب، هدفها تجمع قرطاسية. فكيف بلشت الفكرة عندها؟ أنا عم ضب أغراضي، لقيت عندي كتير قصص خاصة باللوازم المدرسية ماني بقى بحاجة لإلها، من أقلام، دفاتر وغيرهم. فقلت ليه ما بديهم للناس تستفيد منها، وخاصة بهالوضع اللي نحن عايشين فيه في كتير غلا. فمثل ما انا بدلت قلت انه اكيد غيري كمان رح يبادر، بيكون عنده قصص ما بقى بده اياها. فنزلت بوست على فيسبوك وعلى انستغرام والعالم كتير تفاعلت وصاروا كتير يعملوا شير، وبالتعاون مع جامعه انطونية اللي هي جامعتي كمان صورنا فيديو وحطينا على تو بوكس على المين جيت بالجامعه بفرع عبده. خطوة ستيفاني لقيت تفاعل، فكيف ممكن التواصل معها وكيف رح تتوزع القرطاسية؟ الناس اللي حابة تساعد بتوصلوا معي ماسنجر أو واتساب ومنتفق كيف ناخد الغراض. في منهم بيجوا لعندها على البيت وفي منهم بلاقيون، أو مثل ما قلت قبل في تو بوكسز بالجامعة الأنطونية باسم تين أنا ما كلاكتوب. رح يتم التوزيع بسبتمبر لجمعية أنا كمان جعت لمدام ريتا بولوس، كونه هي بتعرف كتير عالم بحاجة لمساعدات، وإذا قدرنا كمان نجيب كتير عدد من الغراض رح كمان يتوزعوا للبلديات. بظل الوضع الاقتصادي الصعب وغياب خطة إنقاذية سريعة، عم بتكون مبادرات فردية لشباب وصبايا فسحة ضوء وأمل. إلا أنه السؤال بيبقى، هل لازم يبقى الشعب اللبناني دايماً هو المسعف لبعضه؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.